إلهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إلهام. الله يبارك فيك يا شيخ باسل، كيف حضرتك؟ مرحبا بك، الله يحييك يرضى عليك، يا هلا وسهلا. تفضل يا إلهام. الله يبارك فيك. الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أحسنتي أحسنتي بارك. يلا كملي كملي يلا. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج غفلا عن أتعدانني أن أخرج أتعدانني أن أخرج وغفلة الغرور من غبلي، وهما يستغيثان الله ويلك أأمن وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك 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 آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم الغول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. أحسنتي بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا إلهام، شكرا.